معنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد مصطفى حامد اوغلو. مرحبا بك يا سيد مصطفى. اذا ساعات قليله ويبدا السباق الانتخابي الرئاسي والبرلماني في تركيا، ما اهميه هذه الانتخابات؟ تحيه لكم والمشاهدين الاعزاء. طبعا الانتخابات هي مهمه جدا، وخاصه ان تركيا مقبله على انتخاب رئيس بنظام سياسي جديد، أن رئيس الجمهورية هو الذي سيشكل الحكومة القادمة بدون الرجوع إلى البرلمان، وليس بحاجة إلى منح الثقة من البرلمان. هذا شيء مهم جدا بالنسبة لتركيا، وهي اليوم ربما ما يميز هذا الانتخاب أنه ربما الانتخاب الوحيد الذي لا يستطيع المتابعين والمحللين أن يتوقعوا أن يكون هناك تخمين لنتيجة الاستفتاء الانتخاب، لتقارب صراحة التوقعات الفوز لكل من رئيس الجمهورية أو الأحزاب المعارضة التي تعمل اليوم على عدم تمكين رئيس الجمهورية من الفوز بالدرجة الأولى. المعارضة كلها تحاول عدم تمكين رئيس الجمهورية من الفوز، ورئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان يسعى لأن يكون الحسم من الجولة الأولى وأن لا يترك هذا الأمر للجولة الثانية. هذا بالنسبة للرئاسة. أما بالنسبة للبرلمان، وبعد أن تم رفع عتبة 10% التي تمنع أي حزب لا يستطيع الحصول عليها من دخول البرلمان بشكل غير مباشر من خلال الاتفاقات، أيضا هناك أمل أن تدخل كل الأحزاب، وربما نشهد يعني منظر جديدا يعني خالف الوضع السابق للبرلمان، حيث سيدخل ربما 6 أو 7 يعني او 8 احزاب جديده في البرلمان. لكن ايضا اليوم الحزب الحاكم يؤكد ويعني يسعى لان يكون هناك تحقيق للشعار الذي رفعه برلمان قوي ورئاسه قويه. نعم. مرشح المعارضة محرم إنجيا صرح أنه سيعيد 4 ملايين سوري إذا فاز في الانتخابات. كيف ستؤثر نتائج هذه الانتخابات على السياسة الخارجية التركية؟ يعني هي هذه التصريحات يعني تعتبر من يعني حملات انتخابية تحاول أحزاب المعارضة كسب أصوات الناخبين الذين لديهم يعني تململ أو انتقاد أو احتجاج على تواجد السوريين. لكن صراحة هي تبقى يعني مجرد تصريحات انتخابية، هناك واقع لا يستطيع أي حزب يعني أي جهة مهما كانت أن تقوم بهذه التصريحات، تنفيذ هذه التصريحات. ورغم كل هؤلاء الذين صرحوا بأنهم سيسعون لإعادة السوريين، صراحة استدركوا وقالوا بعد تحقيق الأمن وتحقيق السلام الذي يؤمن أو يجعلهم يستطيعون العودة إلى بلادهم. لكن أيضا يجب أن أضيف مما لا شك فيه، إذا حصل أي تغير في نظام الحكم الحالي ووصول حزب الشعب الجمهوري إلى إذن أشكرك من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي التركي مصطفى حامد أوغلو.